السلام عليكم. صراحة زمان لما كنت أسمع اسم برمودا أتخيل المثلث المرعب، وين السفن بتغرق وين الطيارات بتقع. فأنا الآن في جزيرة برمودا، بس اكتشفت إنه المرعب مش مثلث برمودا، المرعب هو الأسعار في برمودا. بصراحة شوي مبالغ فيها الأسعار، يعني خيالية. أنا في فيديو قبل هيك أخذتكم في جولة سريعة على السوبر ماركت، بس المرة هاي راح أخذكم في جولة مفصلة ونشوف الأسعار مع بعض، من الخضرة، من المواد التموينية، جميع الأسعار اللي ممكن نتخيلها أو ممكن نلاقيها في السوبر ماركت. خليكم معي. ما بعرف، حاسس حالي نسيت شيء. المهم، الإشي الغريب وأنت طالع من السوبر ماركت بيكون معك بس كيس واحد. الكيس الواحد هذا بيكون مكلفك تقريبا 100 150 دولار بس. هاي دخلنا على السوبر ماركت، بسم الله سميرة. خلينا نبلش من جهة الشامبو. هاي عندك شامبو نيفيا اللي هو 500 ml، سعرها 8 دولار و9 سنت. هاي كمان نوع ثاني اللي هو الدوب، اللي هو 355 ml، سعرها 9 دولار و29 سنت. معجون الأسنان الكولجيت سعرها 6 دولار و99 سنت، يعني 7 دولار. مزيل الأعراق جيليت 10 دولار و99 سنت. يعني هون يا أخوان لما تفكر تفوت تبض على شهر كامل بدك قرض، عن جد بدك قرض. طبعا هذا أرخص إيش ممكن تلاقيه، اللي هو علبة الفاصوليا الخضراء بدولار و69 فلس، والحمص الحب ب2 دولار و79 فلس. وللناس اللي بيحبوا الباستا راح افرجيكم اسعار الباستا وبعدها قرر اذا لسه بتحب الباستا. هاي الفينن ب3 دولار و95 فلس، وهاي السباجيتي المعكرونة 3 دولار و95 فلس، وهاي سعر جنينة المي اللي عاملين عليها عرض 3 دولار و19 سنت. طبعا هذا قسم كله بس للكلاب وللبسس وللحيوانات الأليفة، كل شي بتتبناه للحيوانات الأليفة موجود هون. هاي دخلنا على فرع الشيبس والبسكوت، وهاي البرينجلز 3 دولار و99 سنت، يعني هذا بعد العرض. وهاي دايجستيف 3 دولار و79 سنت. هون البشوكلت 4 دولار و79 سنت. عفوا، ما بعرف ليش معلق لساني على الفلس وهو سنت. وهي اللي بشكي من البيض غالي، شوف كم متدزين، 12 بيضة، كم سعرها؟ 4 دولار و79 فلس، يا بلاش. هاي جبنة الفلادلفيا سعرها 3 دولار و79 فلس. أنا كمان بقرب لكم عشان تشوفوا الأحجام بالنسبة للأسعار، بتعرفوا تقارنوا. هاي علبة اللبن كيلو، طبعا كيلو جرام، عندك 11 دولار و59 سنت. هاي الزبدة نوعين مختلفين وسعرين مختلفين كمان، السعر الأول ب7 دولار و59 سنت، والسعر الثاني ب8 دولار و99 سنت، يعني 9 دولار تقريبا. راح ندخل الآن على المنظفات، خليكم معي. هاي صابون الإيد السائل ب4 دولار و99 سنت. هاي لجلي الصحون يا صديقي، منبلش هنا من 6 دولار و99 سنت. وهاي عندك كمان أرخص شوي بحجم أقل، 3 دولار و39 سنت. وهاي الكلور أنا بس عشان أفرجيكم إنه بس اللي عاملين عليه عرض، كم سعره بعد العرض وقبل العرض. هاي ب10 دولار و79 سنت، قبل العرض ب11 دولار و49 سنت. وهي عندك تايد 22 دولار و49 سنت، وهون كمان تايد
$22 19 سنت. هاي الألمنيوم فويل اللي هو القصدير $6.99. وهاي ورق تويليت 12 رول كم سعره؟ $22.05. والطماطم البندورة $3.99. والبصل 43 باوند $6.49، يعني تقريبا كيلو وشوية. هاي البطيخ صار الوحدة $18.99. طبعا يا اخوان لما شفت الدولار 99 سنت تخيلت انه رخيص، فكرت اللي هو الباوند، طلعت الحبة الوحدة في $1.99. حبة البرتقال الوحدة تخيل يا الله. هاي الفلفل الحلو $6.99. وهسا رح ندخل على اهم قسم، ايش هو؟ القهوة والشاي. هسا ندخل على البريكفاست بلاند $14.99. وهون ارخص شيء اللي هي $8.99. طبعا نشوف هاي القهوة ديث ويش، بتمنى الموت يشرب القهوة هاي. يقول لك هون ذا وورلد سترونجست كوفي، اقوى قهوة بالعالم ممكن تشربها. كم سعرها؟ $31.99. هاي النوع الثالث عندك ب $14.99. اللابتون، سعر اللابتون العلبة الواحدة $9.99، يعني تقريبا $10. وهون عندك أصغر علبة حجما سعرها $2.49. هاي الجرين تي اللي هو الشاي الأخضر $3.69. عندك زيت الذرة تقريبا 1 لتر و42 ml، يعني لتر ونص تقريبا، سعرها $10.49. هاي زيت الزيتون طبعا مبلش من $7-$8 تقريبا لحد ما توصل اللي هو أغلى إشي عندك $15.89. أرخص علبة تونة ممكن تلاقيها $2.99، يعني $3. هاي السردين كمان أرخص إشي ممكن تلاقيه $3.89 للعلبة الوحدة. بتمنى تكونوا استفدتوا وتنورتوا كمان بالأسعار. اكتبوا لنا في التعليقات شو رأيكم، غالية ولا كيف، ولا أنا بس اللي حاسة غالية؟ سلام.